والنهارده دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائيه والري اعترف بان مصر تواجه عجزا في تلبيه احتياجاتها من المياه، وان الحصه الحاليه لا تكفي لتلبيه الاحتياجات المائيه، وذلك في ظل التحديات المائيه المرتبطه بمحدوديه الموارد المائيه لمصر والزياده السكانيه ايضا في مصر، حيث انه من المتوقع ان يرتفع عدد السكان في مصر الى 150 مليون نسمه بحلول عام 2050. طيب معانا على التليفون دكتور ضياء القوسي وهو احد الخبراء في الموارد المائيه. اهلا بحضرتك معانا في مساء القاهره. اهلا وسهلا، مساء الخير دكتور ضياء. يعني الكلام يخوف، يعني هل نحن بالفعل نواجه او مقبلين على ازمه كبيره؟ هل نحن مقبلين على عجز مائي؟ احنا الحقيقه مش مقبلين، احنا في وسط العجز المائي. احنا نصيب الفرد من المياه تدهور. في سنه 52 كان نصيب الفرد من المياه يزيد عن 2000 متر مكعب في السنه. سنه 59 وما بعدها عند انشاء السد العالي كان نصيب الفرد بيصل الى 1500-1600 متر مكعب في السنه. احنا دلوقتي نازلين يعني تحت ال 700 متر مكعب في السنه. اذا يعني درجه العالم على ان يسمي كل من له حصه للفرد تقل عن 1000 متر مكعب في السنه ان ده نوع من انواع العجز او الشح المائي. نعم. طيب يعني احنا في وسط المعمعه، يعني احنا في وسط الازمه. ولكن طبعا يعني هناك الكثير من الدول التي تصل حصة الفرد بها الى 100 متر مكعب في السنه، ومع ذلك الناس بتتعايش مع هذه الظروف، ولكن بتتعايش معها تحت مسميات عديده من التشييد والحوكمه في استخدام المياه ويعني الحكمه. يعني مش هنشوف واحد بيروح الشارع بالميه اللي ميه الحنفيه، ومش هنلاقي واحد يغسل العربيه ويرش الجنينه بتاعته بهذه المياه النظيفه. يعني لابد ان يكون لنا يعني ثقافه انا استطيع ان اطلق عليها ثقافه الندره، بدلا من الثقافه التي نعيش فيها الان وهي ثقافه الوفره. من لما تكلم الناس يقول لك ده نهر النيل يكفي ثلاث دول زي مصر. لا، ما يكفيش. طيب حضرتك من خبراء الري المعروفين، هل احنا عندنا خطه في مصر لمواجهه هذا العجز المائي؟ بالقطع مش، والخطه دي لم لا 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 يعني مش تبدا بعد، انما بدات منذ سنين طويله. لان احنا عندنا عجز في الميزانيه المائيه يصل الى 10-15 مليار متر مكعب في السنه. بنتخطى ونتغلب على هذا العجز باعاده استخدام المياه مره واثنين وثلاثه واربعه. واحنا عندنا معامل بنسميه الووتر مالتبلاير النهارده وصل في مصر 300-400%، بمعنى ان كل متر مكعب من المياه يستخدم 3-4 مرات قبل ان ينتهي به الامر الى البحر المتوسط. طيب دكتور يعني ودي طبعا على حساب مشاكل بيئيه وصحيه كثيره. طب دكتور ضياء، يعني تطورات ازمه سد النهضه ماذا عنها، خصوصا يعني بعد اكتمال بناء حوالي 60% من سد النهضه، يعني هل ذلك يؤثر بالسلب اكثر؟ هو احنا الحقيقه عايزين الناس اللي بيبنوا سد النهضه يفهموا هذه الحقيقه، ان مصر لا تستطيع ان تتحمل ان يقتطع منها متر مكعب واحد من المياه اكثر مما هي من اكثر من العجز الذي عليه الان الميزانيه المائيه للبلاد. اذا قصه سد النهضه دي لابد ان يكون لها حلول سريعه جدا، ولا تضر على الاطلاق بمتر مكعب واحد الحصه المائيه التي تحصل عليها مصر طبقا لاتفاقيه سنه 59، ونامل ان يتفهم جميع الوضع وان تزيد حصه مصر من هذه المياه بتنفيذ مشروعات استقطاب الفواقد لفعل النيل، وهذه المشروعات تدير كميات كبيره من المياه يمكن اقتسامها بين دول الحوض اجمعها. طيب دكتور ضياء، مدى خطوره هذا العجز؟ يعني هل ممكن يجي علينا يوم انه الارض الزراعيه بتاعتنا مش عارفين نرويها؟ بالقطع، لو ان اثيوبيا نفذت سد النهضه بالمواصفات
التي تقول عليها الآن، وإذا صح ما يعني يعتري كثير من الباحثين والدارسين والمهندسين من شكوك كثيرة حول صراع جزء من حصة مصر للمياه، علينا أن نعلم أن كل مليار متر مكعب، كل مليار متر مكعب من المياه ينتقص من حصة مصر الحالية معناه اقتطاع 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية وتصبح خارج الخدمة. إذا لو احنا بنتكلم على مليار يبقى 200 ألف، لو بنتكلم على 10 مليار يبقى بنتكلم على 2 مليون فدان، 2 مليون فدان يعني 25% من الأراضي الزراعية المصرية. طب احنا يا دكتور المفروض ان احنا مقبلين على استصلاح مليون ونصف فدان، وفعلا احنا بدأنا في هذا الموضوع. طيب يعني هل احنا عندنا مياه جوفية تكفي لذلك، ولا احنا ما عندناش مخزون يكفينا من المياه الجوفية؟ والموضوع ده مسؤولية مين؟ يعني مسؤولية الوزارة ولا الحكومة ولا النظام، ولا يعني الموضوع ده نروح لمين في الموضوع ده؟ والله انا اتصور ان الناس مش فاهمين حقيقة الموضوع. حقيقة الموضوع أنه ليس هذا المشروع ليس مشروع استصلاح الأراضي، ومن يظن أن هذا المشروع معناه استصلاح مليون ونصف فدان من الأراضي الزراعية فهو مخطئ. أمال إيه؟ القصة دي بتعتمد على استصلاح مساحات بسيطة من الأراضي التي يمكن منها إنتاج محاصيل، هذه المحاصيل تقبل التصنيع الزراعي، والتصنيع الزراعي هيبقى فيه وراء تصنيع، وراء التصنيع هيبقى فيه تعدين، وراء التعدين هيبقى فيه سياحة، وهيبقى فيه ما يسمى بالتنمية الشاملة والمتكاملة. إذا القضية مش إن احنا نطلع مية من الأرض ونزرع مساحات، لا الكلام ده مش هيحصل. احنا نزرع مساحات محدودة، وهذه المساحات المحدودة ستؤدي إلى أنشطة متعددة أخرى. طب حتى هذه المساحات المحدودة احنا عندنا ما يكفي من المياه ليها؟ أظن أن الدراسات والبحوث لابد أن تكون قد أوصت وقد توصلت إلى هذه النتائج، وإلا يبقى في حاجة غلط. يعني لابد أن يكون لدينا من الدراسات ما يؤكد أن لدينا هذه الكمية من المياه التي تكفي لزراعة هذه المساحة، وهذه المساحة سينتج عنها المحاصيل 1-2-3، والمحاصيل 1-2-3 يبقى في تصنيع زراعي لهذه المحاصيل، والتصنيع ده ياخد كذا من العماله، والعماله وهكذا. هي طيب هذه هي اطر التنميه. وفقا للكلام اللي حضرتك بتقوله، هل هينجح بقى مشروع استصلاح هذه الاراضي وفقا لكلام حضرتك؟ المليون ونص فدان يعني؟ تكون الدراسات تدل على ذلك. يعني انا لا استطيع ان اجزم، لان انا لم ادرس الموضوع كما يدرسه الساده المسؤولين، انما لابد ان يخرج علينا مسؤول ويقول هذه المنطقه فيها كميه من المياه تكفي لزراعه كذا فدان، والكذا فدان دول هنزرعهم بكذا ونتيجه كذا. يعني لابد ان يعلم القاصي والداني تفاصيل هذا المشروع، والا ده مش مشروع المصريين بتوع النهارده، لا ده مشروع المصريين بتوع الاجيال المتعدده القادمه. احنا بنتكلم على 100 سنه وعلى 150 سنه. طيب بحكم عمل حضرتك مع أكثر من وزير سابق، هل نحن قادرون على سد العجز المائي في الفترة المقبلة؟ سد العجز المائي احنا بنحاول بشتى الطرق أن يكون لدينا تطوير لتقنيات استخدام المياه الجوفية، تطوير لتقنيات حصاد الأمطار، تطوير لتقنيات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الأغراض الزراعية، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي بعد معالجتها، وأيضا إعذاب المياه وتحليتها. إذا احنا بنطرق كل هذه الموضوعات، إلا أن كل ذلك لا يفي باحتياجاتنا. احنا لابد أن يكون لنا حصة إضافية من نهر النيل، هذا هو المطلوب. المطلوب أن نبحث من الآن عن كيفية. لابد أن يكون لنا حصة إضافية من مياه نهر النيل. طبعا ده احنا بيساومونا دلوقتي يعني بتوع سد النهضة، يعني حصة إضافية دي هنجيبها منين من مياه نهر النيل؟ ما عشان كده أنا بقول إذا يعني لابد أن يكون لنا وقفة قوية. وقفة من أي نوع يا دكتور دي؟ لابد أن نقاوم بجميع أشكال المقاومة، والمفاوضات والوساطة والتوفيق
والتحكيم والشكوى للجمعيه العامه للامم المتحده. احنا عندنا كيس، عندنا حاله. قصدي حضرتك نصعد دوليا نطالب بتحكيم دولي؟ ممكن جدا، ليه لا؟ يعني ليه لا؟ يعني احنا اذا ادير المواطن المصري من جراء انشاء سد النهضه زي ما الرئيس بيقول اذا كانوا هم بيدوروا على التنميه فالتنميه تعلو وتهبط وتزيد وتنقص وتسرع وتنخفض، انما النيل بالنسبه لمصر هو الحياه. يعني ما نستناش تقرير اللجنه الاستشاريه واللجان الدوليه اللي بتشارك فيها مصر مع اثيوبيا والسودان؟ لا مش سامع السؤال ده تاني. يعني حضرتك ما نستناش تقارير اللجنه الاستشاريه واللجان الدوليه اللي مصر بتشارك فيها مع السودان واثيوبيا ونصعد على طول التحكيم الدولي؟ لا، هي دي القضيه ان انت ما تقدريش تروحي للتحكيم الدولي بدون ان يكون في يدك التقرير الذي يقول ان مصر ستتاثر حصتها المائيه نتيجه انشاء هذا السد. لو وعشان كده هي اثيوبيا بتقاوم ليه وبتتلكأ ليه وبتعطل ليه وبتعرقل ليه؟ عشان التقرير ده ما يطلعش، انما احنا عايزين التقرير ده يطلع ويطلع بسرعه عشان نطلع على العالم نقول له يا اخوانا احنا عندنا مشكله. هذه المشكله لو ان السد ده هيبنى بهذه المواصفات، في ناس كتير، في 2 مليون فدان هيطلعوا من الخدمه، في 5 مليون مزارع مش هيلاقوا ياكلوا، في ال 5 مليون مزارع بيعولوا 25 مليون مصري. نعم. في حالات يعني لا يستهان بها يعني. طب دكتور ديا، لو حضرتك وزير الري دلوقتي حالا ماذا انت فاعل؟ يعني حضرتك كلامك خطير جدا. لا ده كلام معروف، وانا متاكد ان كل مسؤول في مصر عارف هذا الكلام. طب ماذا؟ لان في ضرر يعني لو السد ده اتبنى. هو يعني حضرتك بتقول كلام ونقاط حاسمه في موضوع سد النهضه، يعني كيف يكون التحرك الان؟ لانه حتى الان ليس هناك تحرك مطمئن، حتى الان ليس هناك حل جذري يجعلنا في نطاق امل. وانا قدامي وزير بيقول وبيعترف ان احنا الان نواجه عجز في تلبيه احتياجات المياه، يعني احنا في خطر. ايوه، ما احنا بنقول ان الكلام اللي قاله السيد الوزير يعني ليس جديدا، هو يعلم ذلك، الوزير اللي قبله والوزير اللي قبله والدكتور محمود ابو زيد من 10 سنين قال ان المصريين قدامهم كذا سنه والميه، ميه النيل بالنسبه لهم لن تكفي الا لانتاج طبق سلطه لكل مواطن. ده الكلام ده اتكتب في الجرايد المنشطه. خلاص احنا متفقين انه الكلام ده معروف، بس عاوزين بقى خارطه الطريق للخروج من هذه الازمه. خارطه الطريق تبدا وتنتهي عند المفاوضات اللي احنا فيها دي. المفاوضات اللي انت فيها دي لابد ان تنتهي الى تقرير، هذا التقرير يعطي لمصر الحق في ان هي تطلع للعالم وتقول له ان السد ده لو اتبنى بالمواصفات دي، بالارتفاع ده، بالسعه التخزينيه دي، بمسطح البحيره ده، بالاستخدامات المختلفه سواء كان للزراعه او لتوليد الطاقه الكهربائيه او الاثنين معا، يبقى مصر هيحصل عليها ضرر بالغ نتيجه هذا المنشا. طب كيف ترى حضرتك يعني دور او موقف السودان تجاه هذه القضيه؟ يعني موقف السودان مؤيد لاثيوبيا؟ ما هو موقف السودان يعني الاخوه السودانيين اتصور ان في يعني اختلاف على ادائهم في هذه القضيه. الاخوه السودانيين بيقولوا انه من الممكن ان يحصلوا على طاقه رخيصه الثمن بالاتفاق مع اثيوبيا. ماشي، ما احنا ما عندناش مشكله. نمره اثنين، الاخوه السودانيين بيقولوا ان احنا بدال ما الميه كانت بتجينا في فتره زمنيه قصيره هتيجي على فتره زمنيه اطول، ودي بتخلي الاداره المائيه احسن وتخلينا نزرع في الجزيره بدل محصول واحد هنزرع محصولين سنويا. وبرضه ماشي، يعني ده لا شك انه ميزه بالنسبه لهم. وبيقولوا ايضا ان السد الاثيوبي هيحتجز كميه من الطن الذي كان يقف امام الخزانات بتاعتنا سواء كان روسيرس او غيره، والروسيرس عشان نتغلب على مشكله الاقمار رفعنا مناسيبه السنه اللي فاتت. لا ماشي، احنا موافقين على هذا، ولكن ما لا يعلمه الساده الاخوه السودانيين انه قد يتغير النظام في اثيوبيا، النظام الصديق الذي يظنون انه نظام صديق في الوقت الحاضر، يتغير هذا النظام لسبب او لاخر لا ندري جميعا،
وتصبح حنفيه المياه السودانيه في ايد ناس معادين ليهم. دي مشكله. ما حدش بيدي اهداء. النظم بتتغير والمصالح بتتحول، فلا ندري ماذا سيحدث غدا. نمرز اثنين، ان السودان وقعت على اتفاقيه مع مصر سنه 59 ان يدخل القطرين اي مفاوضات بخصوص مياه النيل جسدا واحدا وصوتا واحدا وقولا واحدا. ده التزام اخلاقي. يعني انا بستغرب جدا على الاخوه السودانيين انهم ينسوا انهم وقعوا على هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق ملزم للطرفين، ملزم للمصريين وملزم للسودانيين. عشان كده انا بقول مهما كانت المصالح ومهما كانت الفوائد التي سيجنيها السودان من جراء سد النهضه، انا بستغرب جدا كيف يعني لا يلتزم باتفاقيه 59 ويقف الى جانب الحق المصري في هذا الموضوع. طب عمليه بناء سد النهضه السريعه، يعني الموقف الاثيوبي بيعمل اصراع شديد في بناء سد النهضه لغايه ما وصلنا دلوقتي انه او فوجئنا دلوقتي انه في 60% من بناء سد النهضه انتهى، خلاص تم بناء 60% من سد النهضه بطريقه كده تدعو للشك والريبه. يعني موقف حضرتك ايه من الموضوع ده، الاسراع في بناء سد النهضه؟ هو انا عايز اقول انه انه ان القول ده ليس بالضروره صحيحا 100%. الشريط بتاع سد النهضه اتقص في 1/4 اول ابريل سنه 2011. احنا داخلين على اول ابريل 2016، يبقى احنا مر علينا 5 سنوات وخلص من السد 60% فقط، ولا اظن ان 60% يكونوا خلصوا. هو الكلام في ناس بتتكلم على 50% وناس بتتكلم على 55%، وانا كان وده برضه حاجه كبيره برضه، يعني حتى لو تم بناء 50% حاجه كبيره. معلش بس معنى هذا الكلام، ده احنا كنا لساعه ما ابتدى السد، هو الرئيس الوزراء ميلي الزيناوي الراحل عندما قص الشريط واعلن عن البدء في انشاء سد النهضه، كل الناس قالوا انه بظرف 2-3 هيبتدي التخزين. طب خلصوا 5 سنين وما ابتداش التخزين، يبقى ولسه احنا بنشتغل في 50%، يبقى لسه قدامنا 5 سنوات اخرى. طب نلجا للدول اللي بتمول بناء سد النهضه؟ لا، بتعترض، في مشاكل بتعترض الانشاء. جايز جدا يكون ان هو التصميمات المبدئيه، التصميمات اللي تمت ليست كافيه، جايز جدا الاختبارات، جايز جدا ان التمويل، جايز جدا هناك. انا لا استطيع، انا لست يعني نعم. على درايه عميقه بالموضوع عشان اقول ما هو السبب، انما انا متاكد 100% ان هناك ما يعطل انشاء السد، ولو لم يكن هناك ما يعطل انشاء السد كان زمان السد النهارده في مراحل الاكتمال، وده ما حصلش ومش هيحصل في المرحله القليله وفي الفتره القليله القادمه. أنا بشكر حضرتك يا دكتور ضياء القوسي، أحد أكبر الخبراء في الموارد المائية. حضرتك قلت لنا كلام شديد الأهمية ودقيت لنا ناقوس الخطر، وأتمنى أنه يكون في أذانا مصغية عند المسؤولين.